إعادة صوت البشر. الذكاء الاصطناعي يعيد فال كيلمر إلى الشاشة. فقد النجم السينمائي الأمريكي فال كيلمر صوته خلال عمليات علاجه من الإصابة بسرطان الحلق، لكن صوته ظهر في الجزء الثاني من الفيلم الشهير توب جان. إذا كيف حدث هذا؟ نعم، بالفعل تحدث كيلمر بعدة كلمات خلال الفيلم، لكن صوته الذي ظهر في المشاهد كان من إنتاج برامج الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2021 ذكر كيلمر أنه في شراكة مع شركة سونانا تيك لإنشاء صوت خاص به مدعوم من الذكاء الاصطناعي. بكل تأكيد تم تزويد الخوارزميات بساعات طويلة من التسجيلات لصوته لكي تتمكن الخوارزميات من الوصول إلى صوتها الطبيعي. استخدمت شركة سونانا تيك برنامج ذكاء اصطناعي مدعوم بمحرك صوتي لتعليم البرنامج كيفية التحدث مثل كيلمر.